تمام، بسم الله. نبدأ في الـ Blending Model، مسائل اللينير بروجرامينج المتعلقة بالـ Blending Models. Blending problems involve mixing several raw materials that have a different characteristics to make a product that meets certain specification. يعني أنا هنتج منتج معين، المنتج ده عبارة عن كومبوننت، ليه كومبوننت أو ليه رو ماتيريالز، ليه مكونات. كل مكون هيبقى بنسبة معينة أو بوصف معين. فالفكرة بتاعتي هنا إن أنا إيه؟ إن أنا أختار التركيبة المعينة اللي تحقق المواصفات بتاعتي وتحقق أقل تكلفة ممكنة. زي إيه؟ دييتري بلاننج، الجازولين أند أويل ريفايننج، كول أند فيرتلايزر برودكشن، and production of many other type of bulk commodities involve blending. أي منتج بيمثل إيه؟ عملية خليط، زي الفيرتلايزرز، الكول والريفايننج بتاع الجازولين. أي عملية فيها إيه؟ فيها blending، فيها خليط، بيطلع لي منتج معين. تمام؟ We typically see Braborg and constraint in blending model. طبعا هيبقى فيه constraint. خلينا ناخد مثال ونعرف على طول ايه التفاصيل بتاعته. بي جي سيد كومباني، في شركة لإنتاج البذور. بي جي سيد كومباني is developing a new bird seed mix. الشركة دي بتعمل ايه؟ بتطور خليط او نوع جديد منتج من منتجات اكل الطيور. المطلوب فيه هنا بيقول لك الناتشرال ريكوايرمنت سبيسيفاي ذات ذا ميكستشر، الخليط بتاع البير سيد ده كونتين ات ليست 13% بروتين. يعني لازم المنتج بتاعك يكون 13% بروتين at least، على الأقل. و at least طيب. 15 فات. دكتور الصوت يوصلك ولا لا؟ صوت الصوت انت سامعك انا كويس؟ and no more than 14% fiber. وكام كده؟ دي المكونات بتاعتي، لازم المنتج ما يكونش اقل من 13% بروتين، على الأقل 13% بروتين، وعلى الأقل 15% دهون فات، وما تزيدش فيه الفايبر عن 14%. تمام؟ الأشياء هاي كلها بتكون إيه؟ بتكون كونسترينت بالنسبة لي. طيب فنكمل كده. الـ BG objective، إيه الهدف بتاعه اللي هو الـ objective function؟ is to determine the minimum cost mixture that meets the natural requirement. يعني الهدف بتاعت إن أنا أقلل التكاليف ممكنة بأكبر قدر ممكن المتعلقة بالمكونات بتاعت المنتج بتاعي. فنشوف ingredients، مكونات تحتوي على قد إيه بروتين، تحتوي على قد إيه فات، تحتوي على قد إيه فايبر، وتكلفة كل جزء او كل انجريدينت مكون المنتج بتاعي كام. تمام؟ فانا هدفي ان انا اقلل التكاليف باكبر قدر ممكن، وفي نفس الوقت ان انا ايه؟ اطبق المواصفات الغذائيه بتاعتي، النسب بتاعتي. تمام؟ يبقى انا اول خطوه عندي زي ما اتفقت في لينير بروجرامنج ان انا ابدا اشوف ايه هي الفاريبلز اللي عندي. فمعايا كده تقول لي ايه الفاريبلز اللي هم الانجريدينت
اللي هما الانجريدينت، قد ايه هيكون في سان فلاورز سيدز، وقد ايه في وايت ميلت، وقد ايه في كيبل كورن، وقد ايه في اوتس، وقد ايه في كريكت كوم، وقد ايه في ويت، وقد ايه في سافلور، وفي قد ايه كناري جراس سيد. دي الهدف بتاعي، دي اللي هو الفاريبلز بتوعي. طب تاني خطوه ان انا احدد الكونسترينت. ايه الكونسترينت بتاعتي؟ least 13 protein, at least 15 pairs, and no more than 15 fibers. تمام، يبقى الكوست بتاعتنا. فانا كده هبدا اول حاجه في الفاريبل ديفاين اكس 1 اللي هي باوند اوف انجريدينت من كل المكونات دي. طيب الاوبجكتيف فانكشن تو مينيمايز ايه الكوست 0.22 في اكس 1 اللي هي السن فلور، 0.19 اكس 2 اللي هي الوايت ميل، 0.10 X3، 0.10 X4، 0.07 X5، 0.05 X6، 0.26 X6 X7، 0.11 X8. تمام، بكده انا عرفت ايه الاوبجكتيف فانكشن بتاعتي، مينيمايز الكوست. دان، تم يا مهدي؟ ايه يا دكتور؟ مركز معايا؟ مركز معاك يا دكتور. تمام. طيب انا كده خلصت مين؟ عرفت الفاريبلز وعرفت الاوبجكتيف فانكشن، عاوز اعرف مين؟ كونسترين. كونسترين. طيب اول كونسترين اللي هو البروتين كونسترين. احنا اتفقنا ان البروتين لازم يكون ات ليست 13%. دايما اول ما تلاقي كلمه ات ليست في المساله او في الكيس عندك يعني اكبر من او تساوي، ات موست يعني اقل من او يساوي، افيلبل يعني اقل من او يساوي، نو مور ذان يعني اقل من او يساوي، يعني مع بعض كده نكتبهم كنوتس. at least معناه أكبر من أو يساوي. نكتب بالانجليزي ايضا. دايما اول ما يقول لي at least يعني اكبر من او تساوي، يعني بالشكل ده، شفت العلامة دي؟ لان انا لقيت كلمه at least. طب لو قال لي at most less than or equal، طب لو قال لي no more than،
وقال لي available، وقال لي دي لسه انا اريد. تمام، دي الكونسبت اللي بتسهل عليا ان اعمل فورميليشن. ان انا اعمل فورميليشن لمين؟ للكوليسترول. طيب يبقى قلنا at least greater than or equal, at most not more than available. كله ده للزنوري. تمام، قلت بروتين للزن 13 at least 13% يعني اقل من او تساوي. طيب احنا عاوزين نشوف البروتين كم نسبهم بالنسبه لكل المنتجات. هنا 16.9 sun flower seeds، بس 16.9 في الاكس 1 زائد 12% x2 زائد 8.5% x3 زائد 15.4 x4 زائد 8.5 x5 زائد 12% x6 زائد 18% x7 زائد 11.9 x8. مجموعهم كلهم لازم يكون less greater than or equal كام؟ طيب دايما البرسنتج نحولها ديسيمال في الكونسترينت. تمام، بالشكل ده وعنها ديسيمال، جمعناهم لازم يكون اكبر من كام؟ اكبر من او تساوي 30. هو ده كونسترينت. الحاجات اللي في النص دي مش مهمه يعني، دي ده كده زي شرح الكونسترينت. المهم الملخص بتاعه اللي هو ده. في كونسترينت ثالث اللي هو المجموع بتاعهم كلهم لازم يساوي واحد صحيح، يعني كل المكونات بتاعتي مجموعها لازم يمثل واحد صحيح، لان هي بتمثل نسبه من مين؟ كلها بتمثل نسبة من المنتج بتاعي، فبالتالي مجموعها لازم يساوي 100% أو واحد صحيح. كده احنا خدنا تو كونسترينت، الكونسترينت بتاع البروتين والكونسترينت بتاع المكون نفسه. أنا بتكلم عن أجزاء من المنتج، فبالتالي مجموعهم لازم يساوي واحد صحيح. طيب نشوف الكونسترينت بتاع مين؟ بتاع الفات والكونسترينت بتاع الفايبر. تقدر تعملهم؟ معلش يا دكتور بس انقطع عندي. ايوه اتصل عندي الصوت يا دكتور بتاع معذره. شو اللي حصل يا مهدي؟ دكتور الانترنت حقي ضعيف فخطل الصوت عندي. زين، طيب اكمل انا. عندي الفات، خلصنا البروتين. الفات نفس الفكره نفس الكونسبت، اتليست يعني المكونات بتاعته دي لازم تكون ايه؟ اكبر من او تساوي كام؟ 15%. انه بيقول لي المكونات دي لازم تكون تحتوي على الاقل على نسبه 15% او اكثر، اتليست 15% يعني على اللي تساوي 15% او اكثر. فعندي 0.26 x1 زائد 0.041 x2 زائد 0.038 x3 زائد 0.063 اوتس، لان احنا بنحول الارقام دي النسب نقسمها على 100 يعني.
0.038 X5 0.017 X6 0.179 X7 0.04 X8 لازم كل ده يكون ايه؟ أكبر من أو تساوي 15%. تمام. طيب هنا بالنسبة للفايبر اللي نو مور زان 14%، يعني ما تزيدش على 14%، يعني للزان اور ايكوال، يعني اقل من او تساوي 14%. فنحط النسب. نعم، ايه السؤال؟ واضح واضح الان يا دكتور. تمام خلاص، جمعناهم حطينا النسب 0.29 X1 وهكذا 0.083 X2 كملت للآخر لين 0.109 X8 لازم تكون أكبر من أو تساوي كام؟ 14%. أقل من أو تساوي 14%، إن هو قال لي كام؟ قال لي no more than، فبالتالي أقل من أو تساوي 0.14. طبعا في النون نيجاتيفيتي، ان الارقام دي كلها او المنتجات بتاعتي لازم تكون اكبر من ايه؟ من الصفر. ما ينفعش مكون يدخل بالسالب، تكون اكبر من او تساوي صفر. تمام كده خلصنا كده خلصنا الفورموليشن. تمام، ندخل على الإكسل شيت. تمام، عندي في الاكسل شيت عشان اعمل فورميليشن واحل الكيس بالسولفر. طبعا دي الداتا اللي عندي، الانجريتن سان فلاور سيد وايت ميلت الكيبل كورن الاوتس الكراك كوم الويت سفلور الكناري والسيدز، وحط النسب اللي هو اعطاها لي والكوست كايه كمعطى عندي عادي. طيب هنا هنبدأ الشغل من بداية. هنا يعتبر الريكويرمنت لازم تكون كام؟ أكبر من أو تساوي 13% بروتين، وأكبر من 15% فات، وأقل من 14% بالنسبة للفايل. تمام، دكتور سمعت دكتور ممكن بس 2 ثواني بطلع وبدخل عشان أعدل الحاجة في الأسهم. ثواني طيب، بعد ما خلصنا الفورموليشن بشكل كامل هندخل على الحل عن طريق الاكسل. عندي المعطيات بتاعتي اللي هو الانجريدينت، نسب البروتين والفات والفايبر فيهم، والكوست بتاع كل انجريدينت. طبعا احنا قلنا لازم البروتين لازم يكون اكبر من او تساوي 13%، والفات اكبر من 15%، والفايبر اقل من او تساوي 14%.
طبعا الجزء ده احنا مش محتاجينه، ده موضوع تاني اعتبره مش موجود زي ما اتفقنا. وبعدين هنبدأ هنا، دخلنا على التوتال كوست الاول اللي هي تبقى الاوبجكت فانكشن بتاعي. التوتال كوست اتفقنا ان هي مين؟ الكوست في الباوند اللي هنتجها من كل انجريدنت. كيف بعمل المعادله؟ بقول سام برودكت هضرب، طبعا الحاجات دي انت ما بتكتبهاش، الاكس اللي هو ايه اللي بيطلعها الاول بتبقى سيتد از زيرو، بعدين الاكس اللي بيطلعها. بقول سام برودكت الاكسل سولفر، بقول له سام برودكت المنتجات عندي ضرب التكاليف بتاعتها، يعني دي اللي هي اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5 اكس 7 اكس 8 وهنا الكوست بتاعتها. تمام، دي الاوبجكتيف فانكشن. بعدين هاجي بالنسبه لاول كونسترينت، كونسترينت الاول نسب البروتين سم برودكت في نسب مين؟ في الكميات اللي انا عاوزها من كل مكون. وهنا بالنسبه للفات نسب الفات في كميات المكون او الباوندد الباوندز بتاعت المكون عندي. والفايبر نفس الفكره سم برودكت نسب الفايبر في مين؟ في كميات او الباوندز بتاعت الانجريدنت عندي. طبعا والتوتال بتاع دول لازم يكون السم المجموع بتاعهم اللي هو يكون ايه؟ واحد صحيح. دخلنا على الاكسل عشان نشوف الاكسل سولفر ونشوف هنعمل ايه في الاكسل سولفر. طبعا اول حاجه ندخل عليها هنحط مين؟ هنحط اللي هي الداتا دي اللي هي الكوست كاوبجكتيف فانكشن. بعدين انزل اختار مينيمايز لان انا هدفي مينيمايز كوست. بعدين انزل ايه الحاجات اللي اغيرها اللي هم دول اللي هي كومباوندد اللي هي الفاريبلز بتوعي. بعدين انزل على الكونسترينت واحد واحد. اول واحد مفروض انا التوتال السم بتاع دول اتفقنا ان هو يساوي كام؟ واحد صحيح. نحن اتفقنا اكس 1 واكس 2 لحد اكس 8 مجموعهم هي عباره عن نسب او باوندز، فبالتالي المجموع بتاعها كامل يبقى ايه؟ 1 باوند، فلازم يبقى واحد صحيح 1 باوند. الحاجه الثانيه اللي هي نسبه البروتين لازم تكون اكبر من او تساوي 13. اللي بعدها نسبة الفات لازم تكون أكبر من 15. اللي بعديها نسبة الفايبر لازم تكون أقل من 14. خلاص يبقى اختار طريقة السيمبلكس بقول له سولف بيطلع لي الحل الممكن، هو نوت فيزبل مش اقتصادي بس الحل الممكن اللي هو 0.15 كوست لكل هذا وش باوند لكل باوند اوف اير اوف بيرد سيد. هذه اقل تكلفه ممكن يعني اللي هي التكلفه الممكن اقل تكلفه ممكن لكل باوند منين؟ من كوست او من البيرد سيد. تمام؟ جميل.